السلام عليكم، مرحبا بكم. انا منتصر وانتم على قناه اوبتيمو غاسترو. اليوم ان شاء الله غنحاولوا نفهموا المؤشر الجليسيمي، مؤشر السكري في المواد الغذائيه. فالعديد من الاخوان والاخوات كيتسالوا واش ناكلوا الخبز الزراع، واش ناكلوا الخبز الشعير، واش ناكلوا الخبز بيضاء. المهم كل كيسال يعني واش ناكلوا الخبز واش ما ناكلوش الخبز. الجواب غادي نعملوه بتجربه، غادي نقوم بتجارب على نفسي 3 ايام. غناكل الخبز الشعير والخبز الزراع الكامل والخبز الابيض، الخبز الدقيق الابيض. هذه التجارب كيف غادي نشوفوا حاليا، كان غادي نعمل 54 غرام ديال الخبز، مجرد 54 غرام ديال الخبز، جوج شديقات ديال الخبز كيف كتشوفوا، جوج دي توست، جوج دي توستات صغار. غادي نشوفوا بان فيهم 54 غرام. نعمل لهم زيت الزيتون، شربت قبل منهم الكركم مع الماء دافي وشويه ديال العسل، وغنشرب معهم القرفه باش يعاونوني على انني ما يطلعش السكر في الذات ديالي بزاف. اذا قمت بالتجربه الاولية على الشعر، وغادي نجبروا بان اعلى نسبه السكر اللي وصلت ليها هي 146 درجه، 146 ميلي غرام في الديسيلتر. هذه النسبه هذه غادي نشوفوا السكر على ساعتين باقي عالي شويه، السكر على 3 ساعات لارو عاد رجع للضوابط ديالو. الغد لهي غادي نعملوا تجربه اخرى اللي هي تقريبا نفس الشيء، 54-55 غرام ديال الزرع الكامل، ديال الخبز الزرع الكامل. وهاد المره نفس الشيء، عاود الكركوما وشويه ديال العسل قبل الفطور، ومع الفطور غادي نعمل القرفه مع الماء دافي شويه ديال الحامض مع شويه ديال زيت الزيتون اللي غادي نعمل على الخبز الدقيق الكامل. غادي نلاحظوا بان بعد مرور عاود ساعة وربع اعلى سكر وصلت له هو 160، بالعكس البارح وصلت اعلى مستوى السكر 146 مع الشعر، اليوم وصلت حتى 160، بمعنى دقيق الزرع طلع اكثر من البارح. ومن بعد ما جازت ساعتين باقي السكر عالي، ومن بعد ما وصلت 3 ساعات للاروب رجع السكر ل 100 درجه، يعني 100 ملي غرام في الديسيلتر. التجربه اليوم، اليوم في الصباح عملت تجربه على السكر مورا ما كليت الخبز ابيض، عاود نفس الكميه اللي هي 55 غرام ديال الخبز الابيض، واللي فيها ما يعادل 28 حتى 30 غرام ديال السكر ديال الكربوهيدرات. كنعملوا هاد التجربه وكنبقى على كل 4 ساعة كنعمل قياس، من بعد ساعة وربع كنجبر اعلى نسبة وصلت لها اللي هي 172. اذا على من البارح وعلى من الاول البارح، بمعنى الشعير احسن من الزرع، والخبز والزرع احسن من الخبز الابيض. اذا هنا كنعرفوا بان الارقام اللي عطينا في 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 المؤشرات الجليسيميه في 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 المواقع اللي كنبحثوا فيها باللغه اللاتينيه، بالعربيه ما بلقيتش، ولكن باللغه اللاتينيه بالفرنسيه او بالانجليزيه او بالاسبانيه، غتجبر بان المؤشر الجليسيمي ديال الخبز الابيض راه 85، كيتراوح بين 80 و85. المؤشر الجليسيمي دقيق القمح الكامل كيتراوح بين 60 و55، والمؤشر دقيق الشعير كيتراوح بين 30 و35. اذا كيبقى الشعير احسن خبز الناس ذي الحميه، او الناس اللي كيعانيو من السكري، او الناس اللي كيعانيو من الامراض الالتهابات المزمنه. الا انه كاينه واحد الملاحظه، كنلاحظوا ان الكميه اللي خديت انا راه كميه قليله، راه 60 غرام ديال الخبز، 60 غرام ديال الخبز، جوج لي توست صغار. الناس ما كيعرفوش الحدود، يعني الشعير مزيان غناكلو منه، اذا كليتي منه
راد يرجع نفس الشيء، لان ترجع الحموله الجليسيميه ديالو كبيره، لان الحموله الجليسيميه ديالو كتغير بالتغير ديال الكميه ديال الخبز اللي غتاخذ. اذا انا كنصح بالنص ديال هذا الخبز، والانسان ياكل معها بيض، ياكل معها مطيشة ولا سوريز، ولا ياكل معها البصله، ولا ياكل معها الزيتون، ولا ياكل معها الخيار، ولا ياكل معها اشياء اخرى اللي اقل منها في الحموله الجليسيميه، باش يكون احسن اذا كان ما كيتمشاش. اذا كان الانسان مورا الاكل عنده عمل وكيمشي للعمل ديالو وكيتحرك وكذا، ما فيها باس اذا خدا داك 60 غرام ديال الخبز، ومن الاحسن تكون ديال الشعير. الخبز الزرع او الخبز الابيض ماشي محبد ولكن ماشي محرم، الانسان كيمكن له ياخذو ولكن خصو يتحرك مورا الماكله. اذا انا النصيحه الكبرى ديالي، انا ما كنستعملش هاد المسائل ديال العطريه والمسائل ديال الاعشاب الطبيه ولا الادويه. انا الطريقه الوحيده ديالي في تنزيل السكر هي بعد الاكل كنتحرك، والوجبات الاخرى اللي ما باغيش نتحرك موراها كنعمل وجبات قليله الكربوهيدرات، بحيث كنعمل مجموع الكربوهيدرات اللي في الاكل ديالي ما تتجاوزش 25 غرام، وفي ذاك الساعه كنعرف بان السكر ديالي ما يتجاوزش 140، لان فوق 140 هو واحد النوع ديال الاتعاب للجسم ديالنا بالكلاوي ديالو بجميع المكونات ديالو، لان الخلايا كترفض هذا السكر اللي هو فيه كمية ديال السكر كبيرة، وخا تاكل ماكليتي راه ما غتشبعش، لأن الخلايا ما غتاكلش. إما غادي يمشي داك السكر من التخزين إذا كان البنكرياس ديالك أو الكمية ديال الإنسولين اللي كتعمل كبيرة، وإما غادي يقوم الكلاوي والكبد بالتخلص منه بطرق أخرى. إذا باش تحتل على راسك، حاول ما أمكن أن مورا الأكل السكر ديالك ما يتجاوزش 140. وكيف شفنا الخبز الشعير، مع العلم انني اصبحت في الصباح بكميه السكر اللي ما كتجاوزش 80، يعني عندي 76 73 78، هذا هو سكر الصباح ديالي. لان اولا كنبقى 11 ساعه، ما كنمشي التحليل على 8 ساعات، لان كنبقى 11 ساعه كنتعشى بكري وكنفطر حتى مع 6 ونص الصباح. اذا دائما السكر ديالي كنجبره في الصباح، انطلاقه كنطلق من واحد السكر طايح بدون ما نخاف من انخفاض حد في السكر ولا علاش، لان الجسم ديالي كيخزن السكر، لان حين كنعطيه التغذيه كنعطيه سكر دائما اقل من 140، سواء كنعوض بالخلفه اذا اشتهيت شي حاجه ناكلها ولا بغيت ناكل مزيان. دائما عندي الوجبه الصباح كناكل فيها مزيان وكنتمشى موراها من ساعة ساعتين للمدانة، وهذا الشيء تعودت عليه وصبح طبيعي بالنسبة لي. بالنسبة للناس كيجيهم الخلفة هذه صعيبة، فعلا هي صعيبة في الأول 4 شهور اللي بقيت فيها كنعاني، ولكن آخر المطاف صبحت الخلفة من المكونات الحياة ديالي وما استغناش عليها، لأن كنشوف الكمية الإفادة اللي فادت. كنتمنى نكون فدتكم بهذا الفيديو، وفرصة أخرى إن شاء الله يكونوا فيديوهات أخرى إن شاء الله ويكونوا أنفع. السلام عليكم.